اول ما يوصل الوفد الصيني تسكنيه على طول. اهو بابا. اهو شباب. ايه يا عرسان؟ في ايه؟ مالكم؟ الحقنا يا بابا، الحقنا. انقذنا يا عمي، انقذنا. الحقنا يا انكل. ايه في ايه؟ انقذنا منها يا عمي. مين دي؟ حماتنا المصون. عملت ايه؟ عملت ايه؟ قول ما عملتش فينا ايه يا بابا؟ ده ما بقاش شهر عسل ولا حتى بصل. عسل ايه ده؟ احنا من ساعة ما جينا عايشين في سواد يا عمي. طيب خلاص خلاص، انا هتصرف، ما تقلقوش. اتفضلوا يلا انتشروا يلا. جد هتصرف؟ قول ولا. ايه الالوان اللي لابسها دي؟ نرجع مرجانا، كنا بنقول ايه؟ مش قادر عشان خط. برافو يا امانه، برافو، بتحكي لي جوزك، برافو. انا مبسوطه منك. اهلا اهلا يا دي النور، ازاي ما خدش خبر وانت هنا؟ جرى ايه يا عم دهب؟ هو انا طالعه رحله لمدينه البط؟ ده انا بقالي يومين هنا. كمان يومين؟ لا ده احنا مقصرين جدا، ما عملناش اي واجب. لا ابدا مفيش حاجه. طب يا جماعه انا عازمكم على رحله بحريه على اليخت بتاعي. ايه ده؟ يا انكل شكلها ان شاء الله هتبقى رحله حلوه جدا. يا ريت يا بابا. يا طنطي ده حاجه، بص متعه متعه. ويا ترى بقى هنطلعها امتى ان شاء الله؟ دلوقتي هسبقكم انا ومدام نور، وانتوا تحصلونا. مدام نور مين؟ انا؟ أه؟ لا لا لا، انا هستنى هاجي مع بناتي ان شاء الله. تعالي هنركب العربيه عشان عايزك في موضوع مهم. لا عربيه ايه؟ انا هاجي في اليخت مع بناتي ان شاء الله. يا ستي قومي بس معايا. لا لا لا، اصل انا بخاف من البحر. اصل انا بص اقول لك، انا ما جبتش العوامه، وبعدين كل الناس تغطس تقب، انا بغطس ما بطلعش. لا ده انا هخليكي تقبي على طول. طب تعالي اجيب نظاره البحر يعني. تعالي. طب بنات بنات ما تجيبوش، ما تتاخروش، انا هاجي وارجع على طول. ها بنات تعالوا تعالوا معانا. اتخطفت ولا ايه؟ احنا هنروح امتى يا جماعه؟ صحيح، على فكره انا مش مرتاحه. مش مرتاحه ايه؟ ده احنا ما صدقنا انه خدها ومشيت يا شيخ كريم. يلا بينا نحصلها. نحصلهم فين؟ ده احنا ما صدقنا، خلصنا. اوف. شرف يا امانه، انت بتبص على ايه؟ ما تدور معايا. البنات فين؟ البنات فين؟ مش لاقي. يا شرف يا امانه يا عداله، بناتي فين؟ ماما كده كده سايبيني كده؟ ده مقلب بتعملوه فيا كده؟ بتزفلطوني بعيد عنكم؟ طيب ما معلش يا طنط، اصل احنا اكتشفنا ان عداله عندها دور بحر، صح؟ عداله واحنا في البحر يا حبيبتي؟ ده انت مواليد البلاج، من امتى جالك دور البحر ده؟ وانا يا ماما جالي صداع، فقلت اخش اقعد في الضل يا حبيبتي. مش وانا يا ماما عندي جيوب انفيه، هتشوفي. ايوه عديتينا يا حلوه. وانا حماتي بخاف من كلب البحر. وانا الحقيقه نسيت. مالكم النهارده يعني؟ اشمعنى النهارده قلبتوا كلكم كده منتخب المكسحين؟ سيبك منهم. على فكره يا اولاد، حماتكو دي ايه؟ طلعت اليخت قبطان، غير بقى انها صياده ماهره مفيش زيها، هتلعب في الاولمبياد. ده اتفقنا برضه بوم. غصب عني يا حبيبي، انت ما تعرفش القلب واللي فيه. ما تحوش ابوك يا ابني. ايه يا عم؟ ايه البحر ده؟ انا عارفاه. ماما حبيبي. لا مش انت مش بتاعك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ايه اللي جابكم؟ انتوا جايين تبوظوا على بناتي شهر العسل؟ عسل ايه؟ هو انت خليتي عسل ولا بصل ولا خل؟ انت ايه اللي جايبك وراهم هنا؟ استني انت يا انتصاري. نور هانم انا عايزه اقول. لا يا اختي ريحي ريحي، ده لونجير يا ماما. هتبوظ شهر العسل، دي ايه اللي جبتها يا حبيبي؟ انت مالك انت؟ اجي وقت ما انا عايزه، سيبوني في حالي، انا حره، اسيب شعري اسيبه منكوش، سيبوني. انتوا مالكم ومالي؟ الله، الفندق هنا للجميع. يا حبيبتي يا حبيبتي، بناتك وعندهم شهر عسل، انت ايه اللي زقرك معاهم؟ ايه اللي زقرك؟ ايه اللي زقرك؟ انا حره زير في الحته اللي بتحكي لا ده كملت كملت كملت. اهلا وسهلا. اهلا، انت يا حبيبي جاي بلطيم ولا شرم؟ ايه ده؟ والست تسالي ايه؟ اتوبيس الفرح فاتك جاي على زغرته. لا يا طنط، انا ما
اقبلش ابدا يا طنط الاهلي. خليهم من الصوت ده لو سمحت. ما اقبلش. ايه الكلام ده؟ انت سايبه تزعق نخش خالتي وخالتي ولا ايه؟ استني هكلمك يا سياده العميد. عيب اللي انت بتعمليه ده. مراتي ليها احترامها وتقشيرها. تقشيرها ايوه طبعا. ايوه استنوا استنى اما نسمع. ايوه العازف الصاجات الاول في مصر اهلا بيك. ما ينفعش كده يا مدام. ما ينفع ده احنا ابو ناس. اهلا وسهلا. ايوه ايه يا اختكم انت انتوا يا جماعه يا جماعه بس 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 نقطه نظام. ما يصحش اللي بيحصل ده. في سياح هيقولوا علينا ايه؟ قول لنا يا باشا. والسياحه اصلا مضروبه. اتفضلوا اتفضلوا اسكنكم وبعد كده اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه اتكلموا. انا كنت اتفضلي حضرتك بس ريحتي يا سعاد. اوكي حاضر. لو قلت لابوك انت اللي هتورثه بعد العمر خالص. يا سعاد لو قلت لابوك بوظي عيد الميلاد على فكره. يا سعاد ما توترش روحك. لينا واصله يا مدام. هريح الفرقه وهرجع اكمل. ايوه رئيسه التصويرات الاولى في مصر. اهلا وسهلا يا خلاص اخلصوا اخلصوا. انا ساكته عشان انكم زلتوه. وانت ايه عايز انت كمان؟ عامل لي ايدك في جيبك. ايه فندق للجميع. فندق انت اجري. اجري يلا اجري يلا اجري. اديك مش شلوت. بس بقى بس بقى تعالي بقى يا ماما. اللي انت عملتيه ده كتير قوي. يلا انا بقى شهر عسل. ده بدايه الحرب العالميه الثالثه. انا نطقت انا نطقت. عمالين يتكلموا وانا ساكته عماله ابص لهم. انا نطقت. اللي لو نطقت قولوا لي نطقت. بذمتكم اتكلمت؟ ما تقول ساكته عشانكم اهو. أول مرة أشوف سواق متخصص في المطبات. عمود الفقري كشكش منك. بس معلش وصلتنا. تضحكوش ليه؟ وصلنا بالسلامة بيتنا الجميل. يلا شكرا. يلا يا حبايبي يلا يلا يا حبايبي يلا 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 بيتكو يلا حبايبي بيتكو بيتكو. يلا اتفضلوا نورتوا. ازيك يا بشير؟ ازيك يا ست الكل؟ الله يسلمك. ثابت عندك؟ بس يا بشير بس. بشير اقفل الباب ما تدخلش حد غريب. يلا. ماما! طب افتح بس فتشهم كويس. خليهم. حاضر. ايه ده؟ مطوة؟ اه الموبايل. ماشي 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 نضيف. عدي عدي يا بيه. قلت لك نضيف. عدي اتفضل اتفضل. لحظه مفاتيح. تديك في جيبي. اتفضل. لحظه اكثر نظافه. اتفضل